نادي عادي أفضفض لك. بسم الله عليك. يا أكيد أكيد تفضلي. أوكي شكرا. أنا زعلانة عشان رحت المدرسة بعدين ما أعرف شو أسوي. وش تنصحيني؟ أوكي يا عمري اسمعي كلامي كويس الحين. أنا بقول بعد ما هنادي قالت كلام جدا رهيب ولطيف لهذا الإنسان كان هذا هو رياكشن. واو كل تعبي ذا على الفاضي. أصلاً في كثير ناس في هذا العالم تحس إنه وجودهم عبارة عن مضيعة للأكسجين. ويا وأتوقع إنه أنا آخر شخص يقع في هذا النمط، مو لإني شخص لطيف أو طيب، لا 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 لا، بس لإني أنا واحدة أنسى أتنفس وأتوقع إني أقل واحدة تستهلك أكسجين على كوكب الأرض. لكن أياً كان، الناس اللي أسوأ من ذلك هم الناس اللي يضيعون وقتك وطاقتك على ولا شيء. الانستغرام الموقع الجميل الرهيب اللي تعرفت عليه على كثير من الناس اللي ولا واحد منهم من الحين أكلمهم. أوكي مو بالضبط، لكن باختصار الانستغرام موقع يعني زي غيره في أنواع الناس الغريبة التوكسيك. الصغار السن ويا الوضع جنن ويا هذه الاشياء بتجيب لي جنون. الحمد لله اني تخلص منها. مريت على كثير ناس ضيعوا وقتي وطاقتي لكن ما قد مريت على شخص نرفزني لهذه الدرجه. كانت في بنت في الانستغرام دائما تكلمني، كان واضح على هذه البنت انها تمر بمواقف صعيبه كثير، كان اهلها يقصون عليها وكان واضح ان البنت مو قادره تاخذ راحتها، مع انه هذه البنت ما كنت اعرفها لمده طويله لكن كنت اخليها تفضفضي واحاول اهديها واحاول اقول لها كلام واعطيها نصائح اقول لها اشياء، مع العلم ان انا ما كنت اروح افضفض عن هذه البنت او حتى اسالف عندها، انا بس كنت احاول اساعدها سو كنت بس اخليها تفضفض لي اسمعها اعطيها كلام حلو واروح، واللي هو شيء يعني يعتبر غلط لانه ما حد مطالب انه يسمع فضفضه شخص ثاني حتى لو كان يحس بالذنب لهم. سو يا لو انتم تسوون زي كذا والوضع تعبكم بليز ترى انتم مو مطالبين بهذا الشيء، اتركوا هذول الناس انتم مو المسؤولين عنهم وعن مشاكلهم. لكن المشكله مو هنا، المشكله انه هذه البنت كانت تسوي شيء مره ينرفز وقت الفضفضه، بعد ما اسمع فضفضتها الوقت طويل واعطيها نصائح وكلام لطيف تروح هذه البنت وما تشكرني ولا تقول لي اي شيء، تروح تشكر شخصيه الانمي اللي هي تحبها. هلاو هلاو انا هنا قاعدة اسمعك لمدة ساعة او ساعتين تفضفضين وتتكلمين وارد واعطيك وجه وبنهاية كل هذا الكلام تقول او ماي جاد الحمد لله هذه الشخصية موجودة لو من دون انا ما كنت راح اقدر اعيش او ماي جاد. والمشكلة اني انا كنت حاطة امل كثير في هذه البنت انه مع الوقت راح تتفهم وراح تتغير وتحس وراح تقول لي شكرا هنادي او تسوي لي حاجة، ولكن حرفيا كل مرة اجي اكلمها يا تفضفض لي او يا تكلمني عن شخصيات الانمي هذه اللي تموت فيها. البنت هذه واضح انها كانت منغمسة في عالم الخيال عشان تهرب من الواقع المر اللي كانت عايشة فيه، لكن هذه حركة ما كان لها داعي. كشخص عنده متلازمة إعطاء الوجه كان هذا شيء ينكر كثير لأني متعودة على الأقل أنه تجيني كلمة شكرا أو ينرد لي المعروف بشكل أو آخر، لكن يوم أشوف البنت قدامي تشكر شخصية أنمي توقع الشعور اللي راح يجيني. قد ما أنه حركة هذه البنت كانت تنرفز لكن في موقف حتى يمكن يكون أسوأ من هذه البنت أو بس يكون سيء مو شرط أنه يكون أسوأ. واحدة من أطول الصداقات وأسوأ الصداقات في حياتي كانت مع البنت اللي راح أعطيها اسم برتقالة. يا برتقالة ليش؟ لأن الاسم يضحك صراحة ويبرد علي شويتين. هذه البنت يوم تفضفض لي واعطيها كلام واقدرها احس انه في شعور تقدير منها او على الاقل اني اقدر افضفضها وهي تسمعني نفس الشيء، لكن يوم من الايام انصدمت من كميه عدم التقدير اللي يمكن يوجهها شخص لي. قبل ما تجيني هذه البنت وتفضفض لي كنت انا اولريدي قاعده ابكي، كنت انا متضايقه من شيء حصل لي من قبل ومضطربه مع امي يعني كذا مضاربه عاديه وقاعده ابكي وزعلانه وقاعده بالصاله، ما كان لي خلق اكلم اي احد لكني كنت احبها واقدرها كثير. سو هذه البنت راسلتني وردت عليها قالت لي هلا هنادي ابغى افضفض انت موجوده؟ فانا مسحت دموع اللي على وجهي وقلت هذا صديقتي لازم اكون هنا موجود عشانها. قلت لها ايوه انا موجوده احكي لك. اوكي شوفوا انا انسانه حساسه وما احب اطيح من قيمه زعل اي احد، لكن بصراحه الموضوع اللي البنت كانت زعلانه منه ما كان ذاك الشيء الكبير، كان مجرد موقف محرج حصل لها وكان مضايقها، وانا كنت احاول اهديها واقول لها مش مشكله راح تنسين، يوم ثاني راح امر وراح تضحكين على هذا الموقف ما راح يضايقك ما راح يستمر معك، لكن حسيت انه هذه البنت مصره وهي تفضفض كانه تبغى مني كلمه معينه لكن ما كنت عارفه ايش هي، حاولت كل المقدوري وخلص الموضوع. بنفس اليوم بعد كم ساعه جتني وقالت لي انها فضفضت صديقتها الثانية وانها اعطتها رياكشن احسن مني واستمعت لها وباختصار انكرت استماعي لها كليا كاني حتى ما اعطتها وجهها وما ركزت معاها. من متى في معيار معين للاستماع للفضفضه؟ وكيف انت تروحين تفضفضين لشخص ثاني بعدين ترجعي لي عشان تخاصميني اني ما قلت لك الكلام اللي تبغين تسمعينه؟ وش موقفي من الموضوع هنا؟ خاصه اني كنت ابكي قبل ما اكلمها وحطيت راحتها وسعادتها قبل نفسي وبالاخير تجيني وتقول لي انت ما اعطيتيني الكلام اللي كنت ابي اسمعه. ها بعد هذا اللي ناقص. ها وش فيني يضحك؟ نو نو بس انا احس انكم مو عارفين عن هذا الخبر الرهيب، صراحه الشعور محزن لو انتم ما تعرفون عن فعاليه الجيمرز اللي راح تجي الحين. موسم كامل 8 اسابيع اكثر من 1000 فعاليه، متخيلين الرقم 1000 فعاليه؟ في 30 فنان منهم عرب ومنهم اجانب وجوائز بقيمه 15 مليون دولار. دولار حتى بوش ريان. هذه فعالية ما تتكرر كل يوم. So لا تنسون تشوفون الرابط بصندوق الوصف عشان تاخذون التذاكر واستمتعوا بالمقطع.
عاد الله لا يوريكم كمية المضاربات اللي حصلت معي وياها. يمديني أسوي مو بس مقطع واحد، يمديني أسوي سلسلة مقاطع كاملة تتكلم عنها بالتفصيل. سو حاليا أقول شكرا ولا شكرا لك على عدد المحتوى والكونتنت اللي راح أطلعه منك، راح أحلب أمه. سو خلونا نشوف وش المواقف المجنونة اللي مرت فيها للآن. واحدة تفضفض لي وتشكر شخصية الأنمي، شك. واحدة تفضفض لي وما يعجبها ردي، شك. سو هذه البنت اللي كان اسمها برتقال اللي هي النصف الثاني من القصة، هذه البنت كانت علاقتي فيها أقرب بكثير من البنت الأولى زي ما قلت، لأنه صدقتها 4 سنوات. بصراحة كانت هذه 4 سنوات من العيش في الجحيم ما أتمنى أعيدها. لكن قد تتساءلون إذا هذه البنت كانت تقول أنت ما عطتيني الكلام اللي كنت أبغى أسمعه، كيف تتوقعون كانت طريقة معاملتها معي أنا يوم أنا أفضفض لها وأطلع اللي بقلبي؟ كانت هذه البنت صريحة بزيادة لدرجة أن صراحتها قلبت وقاحة. كنت يوم أوريها شيء وأشاركها إياه، زي مرة من الأيام كنت حابة أشتري سماعة وردية، بس كنت حاط الفكرة ببالي، لكن السماعة كانت غالية، فقلت ينوت خليني أوريها وأشوف رأيها إنه السماعة صراحة كيوت. كانت هذه السماعة الوردية اللي فيها 2 قطوة. سو وريتها هذه السماعة وأنا متحمسة وفرحانة، وتعرفون الشعور يوم أنتم تحبون شيء يكون شويتين غالي وعزيز عليكم، أي كلام سلبي تجاه هذا الشيء راح شويتين يزعلكم. تتوقعون وش قالت؟ يمكن قالت ما أعجبني، مو حلوة، مو ذوقي. البنت على طول راحت رمت كلمة كرنج على سماعات. أوكي صح إنه أنا هنادي وأنا حساسة، لكن أنا مستحيل أسوي نفس الشيء لها. أظن تكون الصداقة إنك تدعم الشخص اللي معاك وتشجعه وتفرحه، مو إنك تروح ترمي كلام قاسي عليه. مجرد إن هذا الموقف قد يبدو بسيط، لكن هذا مجرد مثال واحد على المواقف اللي كانت تسويها فيني. واحدة من الأشياء اللي صراحة كنت مرة أكرهها ومرة أتنرفز فيها، الكلام اللي كانت تقوله عن تيكي، الكلام اللي كانت تقوله عن صوت تيكي. كانت البنت ما تفضل الأصوات الناعمة أو الصغيرة، وهذا الشيء ما فيه مشكلة، أوكي مش مشكلة تمام، يعني كل واحد له حريته ورأيه، مو لازم كل الناس يحبون تيكي، وأنا أتفهم هذا الشيء جدا. لكن المشكلة إنها كانت تمسك على تيكي وتقول لها كرنج مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، كانت كأنها تحاول تكرهني فيها، وأنا صراحة كنت أخجل كثير وصرت أحط تيكي أقل وأقل بمقاطعي، واللي كان شيء مرة غبي لأني أعرف إن في ناس يحبون تيكي أكثر مني، وما ألومهم لأن تيكي رهيبة. وينوت دامنا جبنا طاري تيكي، ليش ما دخلتيكي بالمقطع؟ المفروض أدخلها بالمقاطع وانسيت من جديد. هلا والله تيكي، نور المقطع. هلا والله، بدورك، كيف حالكم؟ من زمان كنت أبغى أطلع بمقطع، بس كل ما هنادي تسجل تنساني. يا أي نو، سوري تيكي. إتس أوكي، المهم إني راح أكون بالمقاطع من يوم ورايح، صح؟ هذا إذا ماني نسيت. طيب كمل السالفة، هذيك البنت كانت تقول صوتي ما حلو صح؟ يا تسمعي كلامها تيكي، ما عليك منها. إتس أوكي عادي، ما لازم الكل يحبني، بس أنا أحب الجميع. أوه وش رأيك يا تيكي عن تصرفها؟ بصراحة حتى لو كانت ما تحب صوتي، مو لازم تقول كذا كلام مو حلو. عشان هي صاحبتك المفروض تكون لطيفة وتقول كلام كويس، إذا ما عجبها شيء تقول قاس أنا ما عجبني، ما احتاج تسب وتقول كذا كرنج وأشياء كذا، ما أعرف هذا كلام حقكم. ايوه صح، شكرا عشان وصلتوني 17000. الله اعلم لو راح يكون المقطع نازل وانا 18000 او اكثر، راح يكون صراحه شيء رهيب. سو تيكي، ايش رايك تعرفين عن نفسك للناس اللي ما يعرفونك؟ اوكي، انا اسمي تيكي وانا عمري 8. انا صديقه خياليه جت من الغيوم. لما هذه كانت طفله صغيره كانت تبقى تحتاج صديق عشان ما كان عندها اصحاب. سو انا الغيوم السحريه رسلت لي عندها نادي لما كانت صغيره، كانت هالنادي مثل يعني تكلمني وانا صاحبتها ونلعب سوا، يعني بس هنادي تشوفني عشاني خيالية. بس لما هنادي كبرت، هنادي ما زالت تحت صديقة خيالية، لكن انا ما قدرت ارجع للقيمة وانا كنت معلقة كده زي اللاج، تعرفون لما نتكون بطيء كده زي اللاج، ما قدرت ارجع لبيتي. فانا ما قدرت ارجع لبيتي كمان، ما قدرت اكبر، يعني انا صرت نونو، صرت نفس عمر، ما كبرت، تشوفوني نونو سعيلة. فانا بقيت مع هنادي حتى لما هي كبرت، وهي كمان اصلا تقول انا احبك ما بقيت تختفين، خلاص انا ما رجعت للقيمة وبقيت معاها. بس هنادي تقدر تشوفني، عشان هي تقدر تشوفني هي تقدر تخليكم تشوفوني، بس هي لما تبقى انا اختفي زي كده. تيكي ارجعي. انا هنا، هلا. سو بكل اختصار انا صح، ترى انا بنت، لا تحسبوني ولد، والله انا بنت، لوني وردي. وايوه بس شكرا عشان تدعمون هنادي عشان تشتري لي سريلاك، سريلاك مره كثير، انا احب السريلاك. طيب جيبوا لي سريلاك لما تعطوني هديه. وبس شكرا على المتابعه.